السلام عليكم. اليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا علبة مستطيلة. سبق شرحت لكم كيف تعملوا علبة غميقة مثل هيدي. العلبة المستطيلة بتنطوى بنفس الطريقة بس بتعديل بسيط. بدل ما بلش بالطوي بهالطريقة بلش بهالطريقة. إذن بتني الورقة نصفين وبكسرها بوزن. ملاحظة بخصوص الوزن، قبل كنت ملسها من الكعب، اكتشفت انه لما ملسها من البطن أنعم بكتير على الورقة، ما بتخدشها، بينما الكعب كان شوي يخدشها. إذا جربتوا تعمل مثل تستخدموا بطارية، استخدموا البطن كتير مالس. إذا طويت أول طوية برجع بطويها مرة تانية بالشكل هيدا. برجع بفتحها. شايفين الترتيب تبعها هيك؟ الميل اللي المسكرة، الزاوية المسكرة بتنيها لحد الخط بالشكل هيدا. بعمل الطرف التاني أما الميلة المفتوحة بتني بس ورقة وبترك التانية مثل ما هي. أعمل الطرف التاني. بتني الطرف من حدود الخط بالشكل. بعمل الطرف التاني كمان بتنيه من الحدود. برجع بفتح اللسان اللي هون، بفتحه بهالطريقة، ملسه. برجع بفتح الجيبة بالشكل هيدا، بحدد الزوايا. برجع بتني الزوايا بهالشكل بشكل النقطة اللي هون تلتقي بالنقطة اللي هون بالشكل هيدا تماما. حط الخط على الخط والنقطة على نقطة بالشكل هيدا. بعمل الطرف الثاني. وبفوت اللسان بالجيبة بالشكل هيدا. بعمل نفس الشيء للطرف الثاني. حدد الزوايا بشكل وبملسها من هون بشكل تطلع جميلة. بسوي الطرف التاني بالجنب، بملس كمان الوجه التاني.
هيك بيكون صار عندي علبة مستطيلة جميلة جدا. تستخدموها تعملوا عدة علب، تحطوهم بالجرور، بتنظموا شويريكم بتحطوا غراضكم. شايفين علب كتير حلوة ومتينة جدا، بتضاين لعدة سنوات بشرط ما يجيها رطوبة. والألوان بتنسقوها كمان حسب هيدي بتصلح لكل الجوالير اللي بالبيت. في أحيانا عنا فيكم تعملوا منها مملحة مثلا. هلا حفرجيكم، بس قبل بدي فرجيكم الأرضيات اللي عملت لهم إياها. قصيت على قياس، بتاخدوا القياس من تحت وبتقصوا أرضيات على القياس. مثلا هون بدي أحط لها هيدا اللون، كتير حلو بيطلع، و السودا حطلها البني، والبني حطله هيدا، والأزرق حطله الأسود. حطها هيك حتى تطلع الصورة على الكاميرا أحلى بهالشكل هيدا. فيكم مثلا تستخدموهم تعملوا منهم للمباهر. بتحطوا مباهر، وهيدي علبة عود عيدان سواك، بتطلع كتير حلوة. بفرجيكم المنظر. طبعا هي لما بتكون ثابتة ما حد يعني بتضلها بتضاين كتير. فيكم لما تحطون بالجارور مثلا بتحطوا كل شيء غراض، كل شيء للمكتب، مثل ما فرجيتكم بالعلب السابقة. حطوا مثلا مسطرة، مقص، كل شيء اشكال طويله. فيكم تحطوا الاقلام، هيدي اقلام العلام، واقلام ملونه كمان. فيكم تحطوا ادوات مثل مصباح يد. في موديلات تانية مثلا فيكم تحطوا مثل هيك. كل شيء صغير، كل شيء فيكم تحطوه بجارور بيصلح. فيكم تحطوا ادوات المكتب كمان، كل شيء للمكتب مثل اللاصق، شريط اللاصق واللاصق الورقي. فيكم كمان تستخدموا كمان بالجرور العلب اللي علمتكم كيف تعملوها سابقا، العلب المضغوطة. بتحطون بالجرور كمان لأدوات تانية. بتحطوا ملاقط مثلا، ملاقط الورق، أو فيكم تحطوا مثلا أشياء مثل بطاريات مثلا. بتنظموا كل شيء صغير، كل شيء بيضيع بسرعة بتنظموه بالجوالير بشكل تلاقوه بسرعة وبيساعوا كتير، بيستوعبوا أشياء. حضيف البطارية اللي استخدمتها لطوي الأوراق كمان. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. إذا حابين تشاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط، أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة.